عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب بنتكلم في الدرس الرابع عن مبدأ Object Oriented Programming Concepts in Java. الدرس ده نظري شوية لأن هو بيتكلم عن أساسيات الـ Object Oriented Programming اللي هي تعتبر الـ Core Structure بتاع معظم الـ Applications والـ Structure اللي أنت لازم تبقى Developer كديفلوبر عارفه، لازم تبقى كديفلوبر فاهم يعني إيه Object Oriented Programming تماما، لان ده الكونسبت اللي انت هتبتدي تشتغل بيه بعد كده في اي شركه او في اي ابلكيشنز كبيره. لازم تكون فاهم يعني اوبجكت اورينتد بروجرامنج. الدرس ده هنشرح بطريقه بسيطه جدا ايه هي الاوبجكت اورينتد بروجرامنج كونسبت في الجافا، بحيث الناس تبقى فاهمه بعد كده احنا بنتكلم عن ايه لما نقول كلاس، لما نقول اوبجكت، لما نقول يعني ايه هيرتنز، لما كلاس اكستند من كلاس. تكون الناس فاهمه ايه اللي انا بقوله ده، تكون الناس عارفه يعني ايه Object Oriented Programming Concepts. اظن اي حد ديفلوبر او لسه حتى مبتدئ في البرمجه سامع عن المعنى ده. فاحنا النهارده هنشرحه بطريقه بسيطه جدا بالنسبه للغه الجافا. اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو ايه هو الاوبجكت، ايه هو الكلاس، يعني ايه انهيرتنس، يعني ايه انترفيس، يعني ايه باكج. دول يعتبروا هم الكونسبتس الاساسيه للاوبجكت Oriented Programming في الجافا، فاحنا هنشرح كل واحده فيهم بالتفصيل عباره عن اول حاجه ايه هي الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هي الكونسبت الاساسي دلوقتي للمودرن ابلكيشنز او الكومبلكس بروجرامنج، تمام؟ فانت لازم تكون عارفها سواء بتستخدم لغه الجافا او اي لغه متقدمه تانية زي السي، سي بلس بلس، سي شارب، بي اتش بي، حاجات كتيره جدا او لغات البرمجه معظمها دلوقتي بيسبورت او بيدعم طريقه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج باختصار شديد هي ازاي تقسم الابلكيشن بتاعك ليه موديولز معتمدة على بعضها. يعني ايه؟ يعني موديولز او قطع كده هو تقدر ان انت تبرمجها لوحدها بحيث ان لما تجمعهم مع بعض يديك الول ابليكيشنز، بحيث ان انت تقدر تقسم الابليكيشن كله لمجموعة صغيرة من المودلز لما تركبهم كلهم مع بعض يديك الابليكيشن كله. فده مبدأ الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. في شوية من الديفلوبرز بيقولوا ان الاوبجكت اورينتد بروجرامينج عندهم عبارة عن ازاي انت تعمل الابلكيشن بتاعك عبارة عن انه a set of complete functions، عبارة عن مجموعة من الدوال او الميثودز الكاملة اللي بتتكلم مع بعضها بحيث ان كلامهم مع بعضهم دهوت بيخليك تعمل التاسك بتاعتك. يعني كل function بتتكلم مع بقية functions عشان تعمل المهمة بتاعتها. فانت كده قسمت الابلكيشن بتاعك لشوية functions كلها كل واحدة فيهم كاملة في حد ذاتها، برمجتها مستقلة عن بقية functions التانية، وفي نفس الوقت بتحتاج بقية functions عشان تكمل مهمتها. فالمحاضرة النظرية دهيت ان شاء الله هنتكلم فيها عن object oriented programming concept في الجافا بعد كده عشان الناس تبقى فاهمة والموضوع بالنسبة لها سهل لما بنتكلم عن الكود وازاي تختار ازاي قصدي تعمل الابليكيشن بتاعك عن طريق object oriented programming. طيب اول حاجه يعني ايه اوبجكت. الاوبجكت هو المين كونسبت في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، حتى جاي من الاسم اوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاوبجكت في السوفت وير هو عباره عن سوفت وير بانادول اوف ريليتد ستيت اند بيهافير. سوفت وير اوبجكت دايما ان هو بيكون موديول للريال وورلد اوبجكت اللي انت بتشوفه في الطبيعه. في الدرس دوت احنا هنشرح ايه هي الستيتس او الهاو ستيتس اند بيهافير ار ريبريزنتد مع الاوبجكت. هنقول ايه هي الداتا انكابسوليشن والاكسبلين بنفيتس اوف ديزايننج يور سوفت وير عن طريق استخدام هذه الفكره اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرام. لو جينا نتكلم في مثال مثلا في ريل وورلد اوبجكت، لوك ات يو، يعني انت شخصيا كهيومن انت اوبجكت في ريل وورلد، يعني انت اوبجكت في العالم الحالي has a related state and behavior مختلف عن بقية الobjects من الناس اللي حواليك في نفس العالم، فأنت تعتبر object في real world. طب لو نروح بقى للsoftware، لو software هنلاقي ان software object suppose ان انت احنا مثلا عايزين نعمل software للموبايل فون بتاعك، احنا كده بقى عايزين نقسم الموبايل software دوت لشوية modules بحيث ان احنا نقلل الcomplexity بتاعتها وفي نفس الوقت نسهل عملية البرمجة. فالفكرة ان احنا هنبتدي ان احنا نقسم الـ all features للفون بتاعك لـ independent features، مثلا like call log
وكاميرا ميوزك بلاير كل الكلام ده. فلو اخترنا مثلا ككيس ستادي الكود لوج بتاعك، ينفع ان هو يكون اندبندنت موديول للسوفت وير اللي احنا هنعمله ليه ريليتد ستيت اند بيهيفير. يعني مثلا هيقول لك ده كل مهمته ان هو يقول لك هو كولد يو، انت اتصلت بمين، مين اللي اتصل بيك، اتصل بيك امتى، ايه عدد المكالمات اللي فاتتك، كم مره اتصل بيك، المده وكده. فده ينفع يكون اوبجكت بحيث ان هو بيمثل حاجه معينه او فانكشن معينه، وفي نفس الوقت ريلي ريتد ستيت اند بيهيفير. تاني حاجه يعني ايه الكلاس. الكلاس بقى هو البلو برينت او البروتوتايب اللي بيظهر منه الاوبجكت. تمام، السكشن ده هو بتعرف ايه هي الكلاس of modules and behaviors of real-world objects. Thirdly, focus on the basics, showing how even a simple class can clearly model state and behavior. نرجع تاني للأمثلة اللي احنا قلناها في تعريف الأوبجكت. طالما انت أوبجكت يبقى انت لازم تكون أوبجكت from a class. زي ما عرفنا ان الكلاس هو البروبرنت أو البروتوتايب اللي بيطلع منه الأوبجكتس. فانت طالما انت اوبجكت زي ما قلنا يبقى انت لازم تكون ظاهر من الكلاس. طب ايه هو الكلاس اللي انت اوبجكت منه؟ لو قلنا برضو عموما كده، قلنا في المثال الحي الطبيعي في الحياه العمليه او في الحياه بتاعتنا احنا، ده ان انت مثلا ممكن تكون اوبجكت فروم هيومن كلاس. يعني قلنا الهيومنز كلهم كلاس، فانت تعتبر اوبجكت من الكلاس. تمام، عشان كده هو الكلاسز ديفرنس. يعني في كلاس ثانيه هيومن كلاس، في انيمال كلاس، في بيردز، في حاجات كتير قوي في الريال وورلد. فانا عايز اقرب المثال بحيث ان انت تبقى فاهم يعني ايه كلاس ويعني ايه اوبجكت. فانت تعتبر اوبجكت من الهيومن كلاس. في نفس الوقت في اوبجكت تانية اللي هي مثلا اي حاجه حواليك، اي حيوان حواليك، ده يعتبر اوبجكت من الانيمالز كلاس وهكذا. طيب للسوفت وير بقى، لو جينا للسوفت وير احنا قلنا وعرفنا ان الكول لوج للسوفت وير بتاع الفون بتاعك قلنا اوبجكت. فطالما هو اوبجكت يبقى لازم يكون ليه كلاس. لو جينا مثلا قلنا مثال ان الاوبجكت دهوت هو الكلاس بتاعه اللي هو سيستم كلاس، يبقى هو اوبجكت فروم سيستم كلاس. ليه؟ لان الكول لوج لازم يكون هاف بيهافير ان هو يقدر يقرا الكاتيجوري بتاعك، يقرا النيمز، يقرا الكونتنت انفورميشنز بتاعت الليست بتاعتك على الموبايلز. فكل ده حاجات كريتيكال بالنسبه لك، فعشان كده لازم يكون اوبجكت من السيستم كلاس. كل البيهيفيرز دهات بتاعت المين فون سيستم، so that this object is an object from the system class. تالت حاجه هنتكلم عليها اللي هي inheritance، الوراثه. الانهيرتنس حاجه مهمه جدا في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج كونسبت، لانها بتديك provide a powerful and natural mechanism لان انت تعمل organization و structure للسوفت وير بتاعك. عشان كده الكلاسز تقدر ان هي تورث الستيت والبيهيفير من سوبر كلاسز وحاجات تانية كتير، او تعمل implement للحاجات الموجودة في السوبر كلاسز او parent كلاسز. تمام، فازاي بقى تقدر ان انت ايه هي امثلة الانهيرتنس بالنسبة برضو للامثلة اللي احنا قلناها على مدار اللي احنا شرحناه اللي فات ده كله. هنتكلم مثلا لو قلنا ان انت object from human class، ولكن انت اتعملت ازاي، created ازاي. لو انت object from a child class from human class، you are an object from a man class or a woman class. انت كhuman ليك نوع، نوع اللي هو ده هو انت man or woman. تمام، فانت عموما object from human class، ولكن انت تعتبر child class من a man class or woman class. الاثنين classes دولت انت بتعمل لهم inherent behavior في human like father and mother. انت بتورث من والدك ووالدتك، بتورث منهم شوية حاجات زي مثلا لون الشعر، لون الجسم كله، تقطيع وشك، كل ده انت بتورثه من parent classes. ده نفس المبدأ في الوراثه في السوفت وير. كلاس انت بتعمل له اكستند، بتورثه، في نفس الوقت انت كده ورثت منه كل الستيتس والبيهافير اللي هو سامح ان هي ينفع تتورث للتشايلد كلاس او اي كلاسز بتعمل له اكستند او انهيرتنس. يعني فالسوفت وير نقدر ان احنا في المثال بتاعنا قلنا ان
كول لوج هو السوفت وير اوبجكت اللي احنا بنتكلم عليه. فالكلاس كان inherent behavior from other classes called parent class. فالكلاس اللي انت بتعمل بتورث منه يعتبر هو اسمه parent class، وانت اسمك child class بالنسبة لي ال parent class ده. ال system class هو ال our example، زي ما قلنا ان ال call log هو object من ال system class. طيب ينفع طبعا نقول ان ال system class ده هو بي extend for example مثلا دي inherent ال OS class. ليه؟ لان ال OS class هو المين كلاس اللي فيه الفيتشرز او الابيليتي ان انت تقدر تخش على الفون كونتنتس، تمام؟ فالسيستم كلاس اللي بيديك الفيتشرز ده هي بالنسبه للكول لوج لازم يكون عنده الامكانيه دي. فالامكانيه دي هو تقدر ان هو ياخدها من الاو اس كلاس عن طريق ان هو يعمل له اكستند او يعمل له انهيرت، ان هو يورث الاو اس كلاس. فهو كده قدر ان هو يورث البيهيفير والستيت بتاعه الاو اس كلاس. طيب يعني ايه انترفيس؟ الانترفيس تعرفها كده هوت، يعني ممكن نعرفه على انه is a contract between a class and the outside world. اما انت لما الكلاس بيعمل implement الانترفيس هو بيوعد الانترفيس ده ان هو هيعمل implement للبيهيفير اللي موجودة داخل هذه الانترفيس. هنقرب الموضوع شوية عن طريق examples اللي احنا ماشيين عليه. الhuman class can be an abstract class. الابستراكت كلاس ده هو اسمه انترفيس، يبقى الانترفيس هو يعتبر كلاس لكن اسمه ابستراكت كلاس، كلاس مجرد فيه البيهيفير ولكن مش معمول لها امبلمنتيشن. ففي المثال الحقيقي بتاعنا الهيومن كلاس ينفع ان هو يكون ابستراكت كلاس، ينفع يكون انترفيس. ليه؟ لان هو فيه الحاجات الاساسيه البني ادمين ولكن مش معمول لها امبلمنتيشن. الامبلمنتيشن بيكون في الكلاسز اللي هتورث هذه الانترفيس، لكن فالوراثه والوراثه في الانترفيس بتعمل لها امبلمنتيشن. فمثلا المين المين اور وومن كلاسز لما تعمل انهيرنت للهيومن كلاسز هتبتدي ان هي تعمل امبلمنت للبيهافير الموجوده داخل الهيومن انترفيس. زي مثلا الشعر في المين كلاس هيبقى قصير مثلا، والشعر برضو في الوومن كلاس هيبقى طويل. فالفكره اللي بيعمل extend للانترفيس ده بيعمل implementation على حسب احتياجاته او على حسب رؤيته للبيهيفير الموجودة داخل الانترفيس. فالسوفتوير نفس الموضوع بالظبط، الانترفيس is an abstract class للبيهيفير بتاعته ولكن مش معمول لها implementation. الimplementation بيحصل في الكلاس اللي بيورث هذه الانترفيس، تمام؟ لو قلنا ان الـ content information view شكل الانترفيس بتاعه شكل الـ content information اللي بتظهر، لو قلنا انها تعتبر انترفيس، السيستم هيقدر ان هو يعمل inherent للانترفيس ده ويعمل لها implementation للbehavior دي، الشكل بتاعها يعمل له implementation. زي مثلا هو يختار الفونت اللي موجود للـ content ده هيظهر بيه، يختار مثلا real، يختاروا جورجيا، يختاروا اي حاجة كفونت مثلا هو يعمله implementation. في نفس الوقت ممكن تليفون تاني او شخص تاني يقدر ان هو يغير ال implementation لهذه الانترفيس. فينفع انترفيس واحدة لها behavior معينة كذا class يعمل لها implementation بطريقة مختلفة، لكن المهم ان هو يعمل implementation لكل ال behavior الموجودة في الانترفيس دي. طيب اخر حاجة نتكلم عليها اللي هي الباكج. يعني ايه باكج؟ الباكج اعتبره فولدر، يعني خد الباكج كده على انه فولدر زي اللي عندك في الجهاز. باكج is a namespace of for organized classes and interfaces in logical manner. Placing your code into packages بتخلي large software project easier to manage، لان انت بتعمل عملية تنظيم للclasses وinterfaces، فبتاخد شوية classes وشوية interfaces يعني اللي related مع بعض بتحطهم في مكان واحد. الباكج as we mentioned في الـ Hello World lesson contains some collision of classes and interfaces، تمام؟ ينفع ان انت تعتبرهم على انهم زي ما قلنا يعتبر الـ folders في الكمبيوتر بتاعك، تمام؟ زي مثلا الناس اللي بتتعامل مع الويب ديزاين ينفع ان انت تخلي الـ HTML5 ال HTML pages في folder والimages folder تاني والCSS folder تالت والجافا سكريبت folder رابع، بتعمل
شكل تنظيمي شوية للكود بتاعك. ده نفس مبدأ الباكجز في الجافا ابليكيشنز. فالجافا بلاتفورم بتبروفايد numerous class library like a set of packages، بتديك شوية packages كتيرة اتكلمنا عليها في أول درس خالص اللي هو ايه هي الجافا. stable for use in your own applications، الفكرة ان انت بتاخد الباكج اللي انت محتاجها تمام من خلال الـ API. احنا اتكلمنا عن الـ API ده، وهو قلنا عبارة عن شوية libraries كتيرة كده من كود مكتوب قبل كده بيساعدك ان انت تعمل عمليات انت محتاجها في الابلكيشن بتاعك، هو بيساعدك بس ان انت تستفيد منها على طول، بحيث ان انت تعمل امبورت للباكجز دهية داخل الكود بتاعك، فنبتدي تتعامل مع الفانكشنز والكود اللي موجود قبل كده في الاي بي اي. فده بيسهل عليك الموضوع كله. زي مثلا حاجات كتير جدا انت ممكن تكون محتاجها، مثلا string objects contain state behavior للكاركتر strings، الفايل مثلا object بيديك كل الفانكشناليتي بتاعه الفايل ان هي تريد وترايت وتسيف وديليت وحاجات كتير جدا. سوكت اوبجكت allow you to create use network sockets، ان انت تختار الجي او اي بتخليك تعمل كنترول للباتنز والتكست بوكس وكلام كتير. كل ده بيبروفايدو الاي بي اي بتاع الجافا بلاتفورم زي ما شرحناه في اول درس. كل ده متنظم عن طريق ان هو باكجز. فالباكجز دهيت حاجه مهمه جدا بالنسبه للجافا. طبعا كل دي بيلت ان باكجز، في نفس الوقت انت ينفع تعمل باكجز من الكلاسز والانترفيس بتاعتك. احنا كده خلصنا مبادئ الاوبجكت اورينتد بروجرامنج داخل لغه الجافا. ان شاء الله بعد كده لما نيجي نشرح ونخش في الكود شويه نقول ايه هو كلاس وده كلاس وده اوبجكت وده انترفيس وده بينهرنت ده او ده اكستنت ده، الناس تكون فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. فكده اعتقد ان احنا قلنا الموضوع كله بطريقه بسيطه جدا. واي اسئله او استفسارات او تعليقات انا موجود على اي سوشيال ميديا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.